التشين ديال البركان راه دخل الاخوان التشين البركاني الله يبارك. وهذه ديديكاس لخويا الشيلو اللي يخدم مع الحدي بداو يستاهل. ها هو ديديكاس ليك من هنا من السوق الاسبوعي. السوق الاسبوعي ديال ثلاث ثلاث سوق ثلاث عمرو ما كليتو هذا انا صراحه الله يبارك. هذه بشحال دايره الشجره ديالو؟ 80 درهم استاذ. 80 درهم دايره السيستم ديالها بحال التشين بحال التشين الله يبارك. تحيات الله يبارك. رحنا في الرحبه ديال الحمير شحال الثمن ديال هذا الحمار؟ هذا عطاو له 1600 درهم. الرحبه ديال الحواله نشوفوا كي دايره الاثمنه ديال الخرفان هذا الصباح. هذا هكذا جمله 1,280,000 البصله درهم 2 دراهم. علاش ما بغيت تدي؟ لا السوق مليح والله. اكسترا تبارك هذاك شي بلدي. 30 درهم الكيلو 30 درهم الكيلو. والشي الاخر كامل 29 درهم الكيلو الله يبارك. بارك الله. الشعره كي دايره؟ كي دايره الشعره ولا مازال ما تبريزونتيهاش؟ واش الشعره هذه دايره 12 درهم؟ هذه 12 درهم. واش هذه الاجواء الاخوان؟ تبارك الله السلعه موجوده ونطلبوا ربي يسر الامور ان شاء الله للجميع. كاين جوج ديال الانواع ديال البطاطا الحلوه. هذه الدوريجين هذه هكذا كاين واحد الماركه راها العاديه ويبيعوها بلاص الثمن ديال هذه. الله لا يبيعوا الثمن. الله يجيبك التيسير. السلام واحد منا يا خويا احمد منا حتى الالميريا والله راه متبعك وديما يقول لي سلم لي على سوقك. تحياتي السي احمد و الزبده. احمد الزبده هاك ودي ديكاس لك من نفس السوق الاسبوعي بركان يا خويا سفيان. بشحال الكرموس عبد المخلص؟ الكرموس 20 درهم اخويا. 20 درهم. ها هي الكرموس حيه. ديال من هذا الكرموس هذه؟ الكرموس ديال الرقاد اخويا سفيان. تبارك الله عليك. حجرة الحلوف الله يبارك سيدي ميمون تبارك الله تبارك الله. لوبيا كريني؟ لوبيا كريني 12 درهم. تبارك الله الله يبارك الله يبارك الله يبارك. تبارك الله على بركنا كل شيء. تحياتي تحية متبادلة. تحية متبادلة. السلام عليكم الاخوان الاخوات تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. انا حنا كنتواجدوا داخل السوق الاسبوعي بمدينه بركان. في هذا النهار ان شاء الله في هذا الفيديو غادي ندير واحد الجوله داخل السوق الاسبوعي ونتعرفوا على الاثمنه ديال الخرفان الاثمنه ديال الدجاج والاثمنه ديال مجموعه ديال المبيعات داخل السوق الاسبوعي بمدينه بركان. قبل ما نبداو الفيديو هذا ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم. ما تنساوش تصليوا على النبي على بركه الله. نبداو الفيديو ان شاء الله في تاريخ 22 اكتوبر 2024. اخوان احنا في الرحبه ديال الدجاج. هذا 120 درهم الله يبارك ان شاء الله. السمان هاد الدجاجات بشحال العزيز؟ 100 درهم الله يبارك. الدجاجات هادو عاود زينين هادو الله يبارك. هادو شحال دايرين العزيز؟ 100 درهم بحال نقيين تبارك الله الله يبارك. كاع يبيضوا هادو تبارك الله اللهم بارك ما شاء الله. الدجاج تبارك الله الله يبارك. شحال الدجاج هذا العزيز؟ اكلها هادو وثمان. شحال هاد الدجاجة جاوا؟ تبارك الله عليك 7500 الله يبارك. هي الاجواء في الرحبه ديال الدجاج السوق الاسبوعي بركان سوق ثلاث. هذا الحجل الله يبارك ما شاء الله 250 درهم بيبي 250 درهم وبيبيه نتوا دايره 140 درهم تبارك الله. هذا البط البط بشحال داير؟ 70 درهم. البط 4000 والكناري 7000 الله يبارك. شحال البط بدي العزيز؟ شحال البط بدي؟ البط 50 اخويا 50 دور 2 دراهم ابو حلال الله يبارك. السلام عليكم لا جبتي سير دي وزينه اللهم بارك. البنين البنين شحال العزيز؟ هذاك ديال 10000 100 درهم هادو الله يبارك. هادو الفلوس الله يبارك فيها الصغر. شحال الفلوس العزيز؟
12 درهم 240 السلام عليكم هذه التيسير شحال الدجاج العزيز هذه 50 درهم 50 درهم تبارك الله هذه هنا البلاصه ديال التبن فين يبيعوا التبن والحوايج الفلاحه البهايم ماكله التبن والعيل في الاخره هنا الاخوه المنبت هنا فين كيبيعوا الاشجار والورد المهم كاع شي حوايج النباتات الله يبارك السلام عليكم الله جبتي سير الله يسر الامور نحفظك او ازر سيرتي ازر بارك الله سير سير على جميع الانواع ديال جميع انواع الورد والاشجار المثمره الله يبارك الله يبارك بالنسبه للاثمنه ديال مثلا هذا شنو هذا هذاك كلكوات 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 السميه ديالو الله يبارك فاش كاين هذاك 80 درهم هذا واش درك الماكله ولا غير زوق لا الماكله ياك يديروا في السلطه سبحان الله اللي في السكر كياكلوا هكا مرو ما كليتو هذا انا صراحه الله يبارك هذه بشحال دايره الشجره ديالو 80 درهم استاذ 80 درهم دايره السيستم ديالها بحال التين بحال التين الله يبارك سبحانك يا اله الله يبارك كاين النافي العاود والده الشجره ديال النافي تبارك الله دايره حبه الشجره ديال النافي بشحال كاين عاود المكوات الاخر عاود ليم هذا ليم ليم كيبقى غير صغير بحال هكا سبحانك يا اله لا سبحان الله اول مره نشوف هذا تبارك الله هذه بشحال دايره الشجره هذه 150 درهم 150 درهم واللي بغى شي حاجه خلي التليفون ديالك اللي بغى يتواصل معك مثلا من بعيد ولا نمرة 06 68 07 90 34 عاود لها 06 68 07 90 34 سميه عبد العزيز الريفي عبد العزيز الريفي متشرفين اخويا عبد العزيز هذه النباتات الانواع ديال النباتات اللي كاينين اللي بغى يستشرف شي حاجه يتصل بسي الريفي رحنا في الرحبه ديال الحمير شحال الثمن ديال هذا العزيز؟ حتى لا والو اخويا مزيان البيع ديالو بشحال؟ تاع نشوف شحال ياك مليون ان شاء الله يبارك حمار ولا حمار؟ حمار وياك حمار ثاني ديالك حمار 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 هذا يستني يعطيو له الثمن هذا عطاه 160 ياك 1600 درهم الحمار هذا عطاه له 1600 درهم 160 الف فرنك 300000 اللي عطاك 3000 درهم طافي 3000 درهم وشحال البيع ديالو العزيز؟ ديالو مليون مليون هاك الاخوان دوك رحنا في الرحبه ديال الحواله في السوق الاسبوعي بمدينه بركان سوق 3 هذه هي الاجواء ديال السوق الاسبوعي في الرحبه ديال الحواله نشوفوا كي دايره الاثمنه ديال الخرفان هذا الصباح هذا السلام عليكم السلام عليكم شحال هذا خير العزيز؟ مليون و 280 ألف الله يبارك شحال في عندهم واحدة عندها ثلاثة واحدة عندها زوج واحدة عندها واحد الله يبارك مليون و 280 مليون و 280 الله يبارك 340 ألف الله يبارك هكذا جملة مليون و 280 مليون و 2800 درهم أربعة عندهم الله يبارك تحس العزينة هذه الله يبارك بس العاصلية هذه واه واه مريض سوبر الله يبارك ما شاء الله هذا عطاه 4000 درهم 400000 اللي عطاه فيه شحال عنده في السنه العزيز؟ سداسي سداسي هذا عطاه 4000 درهم شحال هذا الخير؟ مساوير مازال ما عطاه والو عاد؟ لا ما عطاه والو يجيب لك التيسير العزيز هذو 365 3650 درهم الله يبارك فين وصل هذا الخير هذا؟ 160000 شحال؟ 160 1600 درهم فين وصل هذا الخير العزيز؟ شحال؟ زوج بهم؟ واه يعني تبيعوا بزوج بهم هذا الثمن هذا 2600 درهم باش تبيعوا لواحد بزوج بهم هذا 340 3400 درهم الله يبارك عطاو 340 الله يبارك 285 285 285 مع اولادها 2850 شوفوا الاخوان الخير تبارك الله اللهم بارك دي الهريسه الليم الزيتون الانواع والاشكال ما شاء الله تبارك الرحمن شوف هكشي واعر واعر ما شاء الله جميع الانواع ديال الزيتون الله يبارك ما شاء الله تبارك الله هذا مشرمل العزيز تبارك الله عليك
كي داير شويه مزيان صحه زينه كلشي مليح الله يعطيك الخير اخويا داكشي راه بريزونتي ما نهضروش عليه الله يبارك لا لا واعر واعر ما شاء الله الله يحفظك بالنسبة للأثمنة واش كيف الأثمنة؟ كاين كلشي 500 ثمانية عندك غير هاد جوج متمرين واه وبلا علفان اللي ثمنو 600 دور هادو 600 دور 30 درهم الكيلو 30 درهم الكيلو والشي الآخر كامل 29 درهم الكيلو الله يبارك 29 درهم الكيلو إلا هادي عاود 30 درهم 30 درهم وهادو 29 درهم الله يبارك ما شاء الله الكورنيش شحال راه داير؟ 35 درهم الله يبارك خير ما شاء الله العزيز لا جيب التيسير الله يسر الامور تحياتي الله يسر الامور الاخوان درك حنا كنتواجدوا في البلاصه ديال الخضر والفواكه ورحنا نتواجدوا هنا مع صديق تبارك الله عليك الوزينه الله يسر الامور الله يحفظك كي دايره الاثمنه ديال الخضره هذا الصباح والله مطيشه 100 دورو مطيشه 5 دراهم الحرور 5 دراهم زروديه 4 دراهم بنان 10 دراهم الكيلو الشعره 8 دراهم تبارك الله البطاطا 8 دراهم البطاطا الحلوه 8 دراهم الله يبارك اسيدي الله يسر الامور ربي معك ان شاء الله الله يسر الامور هكذا كي داير الدعوه في السوق هذا الصباح ايوا عاد الصباح بكري الحمد لله الله يسمح لك بالخير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شحال داير ان شاء الله شحال داير 100 دورو 5 دراهم هو عندك الزروديه كاين البرانيه نشوفوا واش كاين ملهيه الحرور راه داير 5 دراهم فلفله البصله بشحال دراهم باش ما بغا دراهم درهم اللي بغيت البصله درهم زوج دراهم علاش ما بغيت تدي الزروديه بشحال الزروديه 100 دراهم 6 دراهم الله يبارك الله يبارك الله يبارك اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل ياك شحال داير البطاطا العزيز شحال 5 دراهم البطاطا 5 ديال الدراهم الله يبارك شحال التفاحه العزيز 6 دراهم تبارك الله الخير تبارك الله ما شاء الله خير موجود شي فلور عزيز تبارك الله عليك صباح الخير عليك كي صبحت مليح الله يسلمك الخير موجود ياك تبارك الله الشعره كي دايره كي دايره الشعره ولا مازال ما تبريزونتيها الشعره هذه دايره 12 درهم هذه 12 درهم السلعه مليحه جديده شي فلور 8 دراهم شي فلور 8 دراهم شحال زروديه زروديه 100 دولار زروديه 5 دراهم واه خيار شحال خيار 8 دراهم 8 دراهم الله يبارك ما شاء الله لوبيا رقم واحد الله يبارك 14 درهم لوبيا جريني تبارك الله ما شاء الله 14 درهم كابويا كلاس كابويا 1000 فرق 10 دراهم 10 دراهم هذه سفرجل شحال؟ واه 10 دراهم هذا 10 دراهم تبارك الله سلعه مليحه الله يبارك ما شاء الله خير والخير اللفت؟ واه لفت المره 8 دراهم 8 دراهم حاجه كلاس هي ماشي ذيك لا الله يبارك دوري يجي اللهم بارك الشعره ترناها الشعره بشحال؟ الشعره 12 درهم 12 درهم المليحه اللي قلنا هي تبارك الله كي داير 12 درهم نيشا الله يبارك ما شاء الله حاجه مزيانه الكابويا هذيك ديال الطعام الطعام هذه شحال دايره هذه؟ هذه دايره 8 دراهم 8 درهم الكيلو حاجه مليحه الله يبارك الله يبارك ما شاء الله تعطينا يوزن ما شاء الله الزروديه 5 درهم قلنا منقوله 8 درهم حاجه مزيانه اللفت 8 8 درهم 8 تبارك الله الفلفله زروديه 5 درهم 5 درهم الزروديه ما شاء الله فلفلة هكذا 7 دراهم ما شاء الله الله يقوي الخير طوماطيش مطيشة شحال؟ مطيشة 6 دراهم 6 ديال الدراهم الله يبارك اسيدي الله يجيب لكم التيسير الله يسر الامور تحياتي هذه الاجواء الاخوان تبارك الله السلعة موجودة ونطلبوا ربي يسر الامور ان شاء الله للجميع الخير موجود في السوق الاسبوعي بمدينة بركان اللهم بارك الشركة صباح الخير عليك كي داير شوية مزيان دعوة زينة الله يسر لك الامور خير موجود خير موجود تبارك الله عزيز تبارك الله عليك الله يحفظك ان شاء الله يجيب الله الله يجيب التيسير 10 درهم كابويا كي جاتك الدعوه في سوق هذا الصباح
كي داير الدعوه في السوق هذا الصباح؟ لا السوق مليح والله. اكسترا تبارك تبارك داكشي بلدي وانت راك مليح الله يعطيك الخير بارك الله فيك. النعناع القزبر خير موجود تبارك الله كلشي موجود اللهم بارك اللهم بارك. غادي نشوف بلاتي ان شاء الله واحد جوج سوايع ان شاء الله جوج سوايع هكذا ان شاء الله ليس تحياتي ليس الامر الله يبارك خير موجود شركه صباح الخير عليك الله يحفظك كي صبحت مليح الله يجزيك بارك الله دعوه زينه الحمد لله كي داير الدعوه في السوق والله الحمد لله شحال داير البطاطا من ياطو 7 دراهم 7 دراهم من ياطو واللفت 7 دراهم 7 7 واقيله بجوج الله يبارك الخيار 8 8 دراهم 12 درهم الفلفله الحمراء 12 درهم وهذه الخضراء 8 دراهم هاي الفلفله 8 درهم 8 درهم 5 درهم الزروديه الحاره 16 شحال دايره 10 درهم الحار هاي بالك 6 درهم ماتيشه 6 ديال الدراهم تبارك الله ما شاء الله كي دايره الدعوه في السوق هذا الصباح والله الله يحفظك اسيدي الله يسر الامور لا جبتي سير الله يحفظك ديال الاجواء في السوق اسبوعي سوق ثلاث الله يسر الامور الله يحفظك كملوا الجوله ديالنا في السوق الله يبارك عباس الفواكه واحد واش صباح الخير عليك كي صبحت مليح دعوه زينه الله يحفظك بخير بارك الله فيك الله يعطيك الخير انت مليح الحمد لله خير موجود الله يبارك الحمد لله الله يحفظك شحال داير العنب هذه 260 13 درهم الله يبارك ما شاء الله 13 درهم ما شاء الله 13 درهم الموسكا الله يبارك واه واه التالي هذا الاحمر بحال بحال هذه 160 8 درهم تبارك الله تبارك الله البعويده هولندا هذه 260 درهم 260 13 درهم الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك البنان خارج 240 تبارك الله خير موجود اللهم بارك لافوكا شحال داير لافوكا 25 درهم هذه دايره 25 درهم لافوكا المونغ 25 درهم هذه قلنا 13 درهم 25 20 درهم هذه واش الفرق ما بين هذه وهذه وفي الماكله شكون اللي في الماكله شكون اللي احسن هذا اللي احسن هذه عصير فيها تفاح شحال تفاح شحال تفاح 160 كيلو 8 درهم تفاح بجوج بها تبارك الله عليك دعوه زينه ماشي مليح لا حبيبي التشي شحال يا بركان هذا الله يبارك واه يا ابو محمد 6 درهم 6 درهم التشين ديال بركان الله يبارك الله يبارك اللهم بارك التشين ديال بركان راه دخل الاخوان التشين البركاني الله يبارك نقول التشين ديال بركان ديال هذه العمليه التشين اللي ولادنا كاين ديال بركان خويا فين الماكله حلو واه فين الماكله هذا العام سبحان الله الماكله كاينه كاين الماكله يعطيك الخير مبروك ما غادي تقلب لك شي مازال يا اخي والله لا حلو الصراحه تبارك الله بو محمد صباح الخير عليك كي صبحت مليح دعوه زينه والله لا خير خاطر قول لي كي داير الاثمنه ديال الخضره هذه مزيانه خو والله والله لا بخير هكذا شحال داير الحرور 6 درهم الحرور هذا 8 درهم هذا 8 درهم والحار 6 درهم ماتيشا ماتيشا 6 درهم ماتيشا ديال عمي احمد الله يبارك ها ماتيشا ماتيشا 6 درهم تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله 40 اللي 7 درهم 7 درهم هذه 6 درهم البرانية 6 درهم الخيار 8 درهم اخويا الخيار 8 دراهم 120 الشعرة 240 240 اللي جاي يا عمي هذه واش هذه بطاطا قصبية بطاطا قصبية شحال هذه البطاطا قصبية؟ شوفي انا اخويا 240 240 بطاطا قصبية الشعرة الشعرة 240 اخويا شوفي 12 درهم 300 درهم 15 درهم لوبيا جرين 6 درهم 6 درهم الشيفلور 7 درهم الشيفلور 7 درهم القرعه تو تقول شوف يوم القرعه هذو كلشي من 8 درهم 8 درهم كاملين هذو واحد نوريك هذو من هذو ها
مزيان اخواتي لاباس عليك كلشي مزيان الواليده والله الحمد لله اخويا شوف انا هادو كاع 8 درهم الفوطه كامل 8 درهم حتى القرعه معاهم 8 درهم زيد عليهم هذه عاود بطاطا حلوه 8 درهم بطاطا حلوه 8 درهم ماشي كرافون يا مسوفيان اخويا كاين جوج الانواع ديال البطاطا الحلوه هادو الدوريجين هادو هكذا كاين واحد الماركه راها العاديه ويبيعوها بلاص الثمن ديال هاد والله يبيعوا الثمن راها اخويا من ياطو دوريجين الله يبارك والكرم الكرم ياطو 5 درهم تبارك الله اخويا محمد الله يجيبك التيسير سلام واحد منا يا خويا احمد منا حتى الالميريا والله راه متبعك وديما يقول لي سلمي على سوقي تحياتي السي احمد و الزبده احمد الزبده هاك ودي ديكاس لك من نفس السوق الاسبوعي بركان يا خويا سفيان ان شاء الله الرحمن الرحيم تحياتي يقول لي سلمي على سفيان وتهلاتنا عند كتاب والله لا هذا معايا قال لي لا جا سفيان غدا قول له قول له المهم يسول عليا فيها خير فيها دي ديكاس لك اخويا من هنا حتى الالميريا تحياتي الله يحفظك خويا الله يعطيك الخير باز عليك الخير موجود الله يبارك على الباب 160 شحال دايره 160 8 دراهم الله يبارك 8 درهم كيمنا كيمنا بحال بحال الثمن كيف كيف بحال بحال 8 درهم 160 روح تاكل الله يبارك 160 دوك عاد شري قول عاد شري وخلي هنا وروح تروح تفاح الفرق 10 درهم تفاح بانان بانان 240 240 التشين التشين ديال البركان 6 درهم هكذا التشين البركاني الله يبارك ما شاء الله 6 درهم للتين ديال البركان هات السي رشيد ها هكذا اه والله هات اخويا رشيد ها هو الله يبارك ماشي نقول لحدي ما تمالش عمري دا ابو كارب 100 هكذا 20 درهم للافوكا انا ناس 400 الحبه انا ناس 20 درهم عزيز وحدك شحال داير التفاحه العزيز 8 درهم الله يبارك 160 تحياتي الله يبارك الله يبارك العزيز الله يجيبك التيسير الله يسهل لك الامور تحياتي شحال راه داير البطاطا العزيز؟ البطاطا 6 درهم والبصله؟ البصله 50 درهم 50 دورو 2 درهم الله يبارك الله يحفظك تحياتي لكم هي ها يا بصحتكم الله يحفظك ديال اجواء السوق الاسبوعي بركان يا السلطه الله يبارك 10 دراهم 10 دراهم الكيلو 10 دراهم تبارك الله قصبر معدنوس الشيبه النعناع اللهم بارك خير موجود اسيدي الله يجيكم التيسير الله يسهل الامور السي عبد المخلص اصبح الخير عليك اخويا كي صبحت مليح دعوه زينه الله يحفظك كي داير كي داير ولا دعوه زينه زين نهودوا الباراسول الله يحفظك كي داير الاجواء في السوق الصباح اخويا الحمد لله امورها مزيان فيها خير بالنسبه للاثمنه كاين شي الحمد لله في المتناول الجامع داكشي اللي بغيت كل غاليه داكشي اللي بغيت هاي اللي كان موجود لا الفلفل شحال هذا ربع المخلص جاي بخير عاليه الفلفل اخويا ديالك قادر هذيك 8 درهم والباقي 8 درهم هذيك قولها تقليك تقلى الراس تقلى الراس الله يبارك هذيك غير بالبلوتوث البرانيه البرانيه 7 درهم 7 درهم الخيار الخيار 9 9 الحار الحار 240 الحار ستارتر اخويا اللي كيقول لك انا وكال ديال الحار يجي ياكل هذا هكذا شحال هذا 240 واه الزروديه الزروديه 5 درهم 5 درهم السفرجل السفرجل اخويا 9 درهم 9 درهم الله يبارك الشعر 240 12 درهم يا مخلص خويا الشيفلو بشحال؟ الشيفلو 8 درهم اخويا 8 ديال الدراهم كل مليح الله يبارك الكريني الكريني 260 13 درهم ماتيشا ماتيشا 6 درهم اكادير وفله اكادير وفله 6 درهم الله يبارك خروفه ماشي النعجه اخويا سفيان هكذا سنين الحليب ياك سنين الحليب اخويا وهذه ديديكاس اخويا الشينوي اللي يخدم مع الحدي ها هو بداو يستاهل ها هو ديديكاس ليك من هنا من السوق الاسبوعي من السوق الاسبوعي ديال الثلاث ثلاث سوق الثلاث الله يبارك الباربا الباربا 6 درهم خصك 6 درهم الله يبارك الكرم الكرم كذلك 6 درهم خصك 6 دراهم هذا الخير موجود الله يبارك السكر الله يبارك القرعه القرعه 10 درهم خصك 10 درهم الفوته الفوت 160 160 سلم لي اخويا بشحال الكرموس عبد المخلص الكرموس 20 درهم اخويا 20 درهم هاي الكرموس حيه ديال من هذا الكرموس هذه الكرموس ديال الرقاد اخويا سفيان تبارك الله عليك حجرة الحلوف الله يبارك سيدي ميمون تبارك الله تبارك الله الله يجيب لك التيسير هكذا الله يبارك تفاح شحال؟ تفاح 160 8 درهم الله يبارك المخلص خويا هكذا هكذا شحال شحال دايرة؟ دايرة 160 اخويا 8 درهم الله يبارك الله يبارك الشركة تبارك الله عليك دعوة زينة كلشي مليح الله يعطيك الخير هو الاخوان اللي بشحال داير العزيز اللي 8 درهم تبارك الله خويا اللي مزين هذا عمر بالماء هذا باين مزين الله يبارك 8 درهم الحار
بحال 8 8 دراهم 8 كور 8 دراهم الشيفور تبارك الله 8 حي الله يبارك 8 دراهم البرانيه لا البرانيه 6 دراهم 6 دراهم الفلفل الحمراء 6 دراهم 6 دراهم الفلفل الحمراء ماتيشا 6 دراهم ماتيشا سوبر ماتيشا سوبر بالنجمه ديالها الله يبارك ها 6 دراهم بالنجمه ما شاء الله الله يبارك 140 مي بليك مسبع الخير عليك صباح النور سي سفيان كي صبحت مليح دعوه زينه الله يعزك الله يحفظك كي دايره الدعوه في السوق الحمد لله الحمد لله موجود الحمد لله شحال داير العلبة مي بليك 9 دراهم سي سفيان هاك 9 دراهم بحال المشكل بحال 9 دراهم واه لوبيا كريني لوبيا كريني 12 درهم تبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك معليش العزيز 12 درهم 12 درهم اللفت 8 درهم 8 درهم الليم 7 درهم 7 درهم هكذا الشعره 12 درهم ولكن الله يبارك تبارك الله الله يبارك اللهم بارك حي السلام عليكم 6 درهم الزروديه 4 درهم الزروديه 4 درهم صفر رجل صفر رجل 9 9 درهم 10 درهم الله يبارك الشيفلور 7 درهم 7 درهم تبارك الله 7 درهم ايوا الزب الله يبارك وهذا الحس يدير أمي عبد الكريم الله يجيبك التيسير الله يسهل لك الامور الله يسر لك الامور تبارك الله تبارك الله على بركه كل شيء تحياتي تحيه متبادله تحيه متبادله ها هو الكاكي الاخوان شيء جديد الكيوي تبارك الله البنان شحال هذا الكيوي العزيز 25 درهم سوبر تبارك الله ما شاء الله الله يبارك بعويده جديده هذا الشيء كامل الله يبارك شحال هذا بعويده 20 درهم 400 20 درهم هذه 20 درهم تبارك الله الله يبارك يعني هذه المقله تنسى 300 دور ديال البلاد حاجه زين هذه 300 دور 15 درهم تبارك الله الله يبارك هذا الاخوان كنا وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو هذا نتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده ديال الفيديو وكذلك تكونوا تعرفوا على الاثمنه ديال الخضار ديال الفواكه كذلك الاثمنه ديال الخرفان والاثمنه ديال الدجاج البيض كاع المبيعات اللي شفتوا معنا في هذا الفيديو هذا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم ما تنساوش تصليوا على النبي السلام عليكم حتى الفيديو الاخر ان شاء الله مع السلامه اخوتي